بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. سيد، بما ان احنا يعني انتهينا من شهر رمضان مباشر باذن الله اول ايام العيد، نبي سيد ان تذكر لنا من يعني عن جدي سيد يوسف سيد هاشم الرفاعي شنو كان يسوي في اول ايام العيد، شنو الاشياء اللي كان دائما يسويها في العيد؟ والله هو كان يدك ابو يعقوب يقول صوفي ابن وقته، يعني كان هو اللحظه والثانيه والدقيقه والساعه واليوم، ما هو يعني كل يوم هو ياكل هو يشرب وينسب ويالف كتب هو يستقبل هو يودع هو يغرى على مريض هو مثل ما يقولون في فتنه هو يحل مشكله يغرى على ناس يعني قابل يحل مشاكل يعني يدرس يعطي درس يعني هو يومه ما يتغير. هذا هو عنده مدايح نبويه يسوي مولد يسوي حتى في العيد يعني اي، بس ليله العيد كانوا يجون ناس ويكرمهم، كان هو لانه يعني كريم من جد رسول الله وسيدنا محمد وصحبه السيد احمد الرفاعي الشطر الرفاعي كل الناس صالحين صالحات، فكان يجون يعني. وحتى اتذكر ماما رابحة الخطيب يلا يوسف تعال ارتاح التعيد ما يرتاح، فهو كان يومه كله مشغله بذكر الله وصلاة على النبي وخدمة الناس، كان يقول مسك التصوف قائم على العطاء وعلى ذكر الله وصلاة على النبي والبساط وجبر الخواطر، فكان نساء ورجال بعدين ما يتوحش من الحريم كان يجونا عادي يعتبرهم. وكان يقولون كان يصلح ذات البين في العيد، يعني يصلح بين الأخوة يصلح بين عيال العم يصلح بين صحيح. عنده غرفة خشب يعني غالبا بعد صلاة المغرب إلا تسعة إذا ما عنده درس مثل أو قاعد يحكي كوتير من الأحد أو الثلاثة الخميس يجونا عرب وهنود وهذا اللي مشاكل اللي بيزوجوا بناتهم اللي فكان كله يقول لهم يا ابني خلوا شعرة معاوية لا هذا أنتوا ترجعون بلدكم بعدين بعد 50 سنة خلوا لكم يمكن هذيل أحفادكم اللي طاقتوا يوم أحفادكم يناسبونهم بلدكم العربية بدون ذكر أسماء الهندية، فكان يقول لهم لازم أنتوا كان كله يقول مثل سوري يقول ما في محبة إلا بعد عداوة، فكان هو يعني يبسط وحلو كله قلم يكتب يعني يحل المشكلة ويكتبها ويعني الحمد لله هو وايد زوج ناس وايد كويتيين وغير كويتيين، وكان ابن وقته حتى مثلا احنا قاعد هو بغرفته او بمكتبه يا فلان ويا يا ابني تاخذ هذه البنيه سالته ايش؟ قال يا ابني خالد انا بهذه الطريقه تزوجت الاف، يقول لان امر الله الكون كائن وارواحه يقول جنود مجنده ما تعرف مثلا فانا اختلف، فيقول انا قلت انت حسين لين الحين صار بس يقول مرت ملك والله جبر خواطرهم، فكان هو عايش لحظته يعني ما عنده بكره الا المشاكل الكبيره او اللي مثلا شغل الوزارات يروح ينشئهم، فكان الحمد لله انه هو يعني رجل بمليون رجل. السلام ان شاء الله احفاده انتم واصبابه على دربه سائرون.